اسمع خلينا نسمع على توكل على الله على الله ان شاء الله الله وزكاة على 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 الضيف بتاعته يلا ضحكوا ضحكوا فهمت علي ولا ضحك انت لا 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 من ناحيه باب ما يضيع حق وراه مطالب على كل حال احنا راح نتابع الموضوع مع اخونا ابو رجائي هو حقه هسه حقه هو يعني رافض يسلم الجثمان يعني معلش لكن للحديث بقيه اما اما ابو رجائي احنا المتسبب بالوفاه الاول او الثاني ياخذ عقاب السنه هاي اخطاء 10 ايتام صار غير عشرة ابدا ايوه انا اجيبه منك ان شاء الله ان شاء الله الله ان شاء الله حقك توكل على الله والله يا اخوان ما راح ان شاء الله هذاك الكبير متجوز اثنتين عنده سبعه يا الله اثنتين نسوان وهذا عنده ثلاث اطفال لسه صغار منين اطعمهم انا منين اطعمهم احنا عارفين انه بالله الله مصابك مصابك الله يسلمك 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 الله يسلم